بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الربح من الإنترنت. معكم أخوكم أيمن من الجزائر. فاليوم سأقدم لكم مجموعة من المواقع تعتبر من أحسن مواقع ربح الساتوشيات، فتستطيعون الربح من 5 إلى 10 دولارات في اليوم، هذا حسبكم وحسب عملكم. أولا يجب أن تكون لكم محفظة زابو أو أي محفظة بيتكوين، سأضع لكم روابط أسفل الفيديو في الديسكريبشن. وأتمنى قبل أن تبدأوا بالمشاهدة، أتمنى أن تضغطوا على لايك وسبسكرايب للقناة، وإن لم تفهموا شيئا قوموا بوضعه في التعليق وسأرد لكم في أقرب وقت إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. نذهب إلى الموقع الأول، لود إن. هنا ستنبثق لكم هكذا، هذه هي وجهة الموقع. ننزل إلى الأسفل، نجد هنا يور بيتكوين أدرس، نقوم بوضع أدرس بيتكوين خاصة بنا، ونأتي إلى هنا نضغط على لوجين. ندخل لوجين، ثم نأتي إلى الأسفل ونضغط على Get Reward، نضغط عليها، ننزل للأسفل، ونضغط على Next. فقد ربحنا 500 ساتوشي كما رأيتم. نقوم بضغط على Get Reward أولا، ثم ننزل، انظر لقد ربحت 500 ساتوشي. انظر ماذا قال، Please wait، انتظر 59 دقيقة، هذا الموقع يعطيك 500 ساتوشي كل ساعة. الآن إلى كيفية السحب. نأتي إلى هنا نضغط على Withdraw، سيقول لك إذا كان رصيدك أكثر من 10,000 ساتوشي فهناك يمكنك السحب. إذا 10,000 ساتوشي هو الحد الأدنى للسحب، ويدفع كل 2 على الساعة 10. انتهينا من هذا الموقع، نذهب إلى الموقع الثاني، هو Free Bitcoin Faucet. هذا نأتي إلى هنا ونضع محفظة إيميل المحفظة، نضغط على Login. نأتي إلى فيد فوكس، هذه نضغط على فيد فوكس. إعلانات كثيرة في هذه المواقع، ثم نقوم بكتابة الكابتشا. نضغط على Claim the Reward Now. وقفت على 150 ساتوشي، وهذا الموقع يقوم بالدفع لك كل 10 دقائق. كيفية السحب، نأتي إلى Account هنا، هنا يقول لك أن تضع إيميل ليكتمل حسابك. هنا المينيموم الكاش اوت هو 6,000 ساتوشي، 6,000 ساتوشي. نذهب الى الموقع الثالث وهو يوبيت. هذا
هذا الموقع يعطيني 200 إلى 10,000 ساتوشي كل ساعة. نأتي إلى Enter your Bitcoin address for example. أقوم بوضع محفظتي لزاكو ونضغط على لوج إن. لقد دخلني الموقع. هنا تضغطون على Get Reward ثم تقومون بوضع الكابتشر. ثم نضغط على Claim the Reward Now. تجدون رابط أسفل الفيديو مرتبة. انظر أعطانا 200 ساتوشي. هذا الموقع قلنا يسحب يدفع لك كل 59 ثانية دقيقة. وعند السحب نأتي إلى أكاونت ثم انظر هذا مثل الموقع السابق. أدنى مبلغ للدفع هو 6,000 ساتوشي. تقومون بوضع الايميل الخاص بكم لتكملة حسابكم ثم تضغط على ود طلب عادي يعني. الآن نأتي إلى الموقع الثالث. هو موقع لعبة، كأنه لعبة. أعودكم إلى هذه الصفحة. تقومون بالضغط على سينك أب. هنا تأتيكم سينك أب. هنا الايميل الخاص بكم. هنا محفظة. هنا أدرس الخاصة بالمحفظة البيتكوين. هنا باسورد، أقل شيء هو 6 أرقام أو أحرف، يجب أن تنوع له كي يكون صحيح. وهنا إعادة الباسورد ثم الضغط على سينك أب. أنا لدي حساب مقبلا، أضغط على سينك إن. هذه هي واجهة الموقع. نأتي ننزل إلى الأسفل قليلا ثم نضغط على ستار جيم. نضغط على ستار جيم. هنا قلت لكم أنه لعبة. ستقومون بالضغط على إحدى هذه المربعات في الصف الأول. فإن لم تضغطوا على القنابل ستكملون الطريق. سنبدأ على بركة الله. انظروا هكذا 15 ثم ماذا؟ ثم 20 ثم ماذا؟ ثم 28 ثم ماذا؟ 49 ثم تأتون إلى هنا 61 ثم نأتي إلى هنا 71 ثم إلى هنا. هنا قد قمنا بالضغط على قنبلة. انظر كما طال من ساتوشي 244 ساتوشي. يعني موقع رائع جدا، موقع رائع. نضغط على كليم. نضغط على Get Reward Now. نأتي إلى هنا الكابتشا. خذ الكابتشا أولا نسيته. نضغط على جنس ويبان أبو. نقوم باختيار هذه والدي ثم نضغط على Get Reward Now. الآن قد أضيفت لنا ساتوشيهات. هذا هو الموقع. يدفع لك كل 10 دقائق. الآن كيفية السحب. نأتي إلى كاش. كاش يقول لنا أفلوب بالونس، معناها قيمتك الحالية.
الآن سنأتي إلى هنا، مينيموم كاش أوت هو 25,019. عندما تصل إلى 25,019 يمكنك السحب من الموقع. الآن إلى الموقع الآخر. هو موقع أيضا للعبة. تأتون إلى سينك أب للتسجيل. سينك أب هكذا مثل الموقع الفائت. تضعون الإيميل، محفظة الأدرس، المحفظة والباسورد وإعادة الباسورد، ثم تضغطون على إنتر. سينك أب. أنا لدي حساب مسبقا، أضغط على سيف إن. قم بكتابة الإيميل والباسورد. أضغط على لوجن. قد دخلنا. هذا الموقع يدفع لك كل 10 دقائق. ماذا تفعل؟ انظر، هذه السفينة غواصة، يجب ألا تأتي هنا في الخانة الحمراء. تأتون إلى هنا، نضغط على كريم بومبس. عند الضغط عليها سترتفع. سنرى. هذا هو البوليس، هذا البوليس الخاص بالموقع. هلا نقوم بكتابة الكابتشاو. أنا آسف، أنا ماري أخوتي. أقوم باختيار الباقة. نضغط على جيت ريورد، يعطيك بونص كل يوم. قيمته صغيرة ولكن رائعة. كما قلت لكم، تقومون بالضغط على بونص وتقومون بالربح. الآن نأتي إلى الموقع الآخر، هو أفضل موقع للآن، أفضل موقع، وهو كوين جينيراتور. انتظر قليلا. تقومون بالدخول إلى هنا وريجستر فور لوجين. تقومون بالضغط عليها. هنا تقوم بكتابة الإيميل والباسورد الخاص بكم. تقومون بكتابة الكابتشا في فارم وبوف. ثم الضغط على سيفين. إذا ضغط على سيفين يحولكم إلى هذه الصفحة. ستتلقون إيميل على البريد الخاص بكم. تقومون بتفعيل الحساب. أنا قمت بتفعيله مسبقا. إذا نعيد الكلام. هو الموقع، هو موقع رائع. ننزل إلى الأسفل. هذا الموقع يعطيك 3,019. يقوم ب يعطيك 19 كل ثانية، ولكن يجب أن تراقبه، لأنه عند الوصول إلى 3,019 يتوقف الموقع اللعب، ويجب أن تقوم بالسحب. نضغط على جزء من بارابوبو هنا هكذا. ذي بلي صوتي
ثم نضغط على كلايم، نضغط على كلايم، نحول لنا 3000 ساتوشي إلى رصيدنا الخاص. انظر، قد قام بتحويل ساتوشيات، هنا يعمل الموقع لوحده حتى يصل إلى 3000 ساتوشي هنا، ويجب أن تقوم بالسحب. أنا هو الرصيد الخاص بي، تقومون بالضغط على باروس، تقومون بعمل ويدرا، الضغط على ويدرا للسحب. ماذا يقول لك؟ مينيموم ويدرا هو 0.001، معناه 100,000 ساتوشي هو المينيموم، الماكسيموم غير محدد. ماذا سيفعل الموقع؟ النيتورك في اوف 0.0001، معناه 10,000 ساتوشي ستذهب كرسوم للموقع. تقومون بكتابة محفظة الأدرس بيتكوين هنا، تقومون بالضغط على ويدرا، تضغط على ويدرا وسيقوم بتحويل لكم المال، فهو يدفع مرة واحدة في الشهر، مرة واحدة في الشهر حسب ما أظن، حسب ظني هو يدفع مرة واحدة في الشهر. انظروا ماذا قالني: Please note that the minimum amount is payout is 100,000 ساتوشي. كما رأيتم هو موقع رائع جدا، رائع رائع رائع، يمكنكم الاستثمار فيه، ولكن أنا لا أنصح بذلك. لن نأتي إلى موقع آخر وهو موقع أيضا رائع جدا، رائع. نأتي إلى الريجستر، تقوم بوضع الإيميل، باسورد، كتابة الباسورد والبيتكوين أدرس، وتضغطون على ريجستر. أنا سأقوم بلوجين، سيرسل لكم رسالة إلى إيميلكم. نضغط باسورد ونضغط على لوجين. أنا لا أنصحكم بهذه اللعبة لأنها تدخل في القمار، وأنا أحذركم من الدخول فيها لأنها حرام، وأنا في نفسي أني أنا قدمتها لكم وكذا وكذا، أمام الله لقد نصحتكم. نأتي، نحن أين سنذهب؟ نذهب إلى الفري بيتكوين لأننا نريد الدخول في القمار وهذا حرام. هذا الموقع يعطيك 150 ساتوشي كل 5 دقائق. هذا الموقع يمكن كان وسيكون يقدم 500 ساتوشي كل 5 دقائق، الآن بما أنه انخفض سعر البيتكوين انخفضت قيمته. قم بكتابة الكود الأخير، والضغط على Get Free Satoshi. يقول لك قد حصلت على 150 فري ساتوشي، انظروا قد انضافت هنا، لكن في السحب نضغط على ويدرا، يقول ان الترانزكشن فيز هي 11,000 ساتوشي، لهذا انا انصحكم بالسحب عندما تصلون الى 0.01 او 0.001 لكي لا تقوم بإنهاك هذا المبلغ الخاص بكم. تضغطون هنا كم تريدون السحب، أنا ليس لدي المبلغ الكافي. تضغطون هنا، تضغطون على ويدرا، انظروا قد بدأت لنا ستقول Invalid Amount، insuffisant fonds
أو سيرفر بولت، معناه أن مبلغك قليل ضئيل جدا. كما قلت لكم، وهذا ريفيرال سيستم خاص بالموقع، تقومون بنسخ هذا الرابط ورسله لأصدقائكم للتسجيل عبركم، فلن تربح القليل منهم، فقط 40%. هذا كان درس اليوم، أتمنى أن تبخلوا علينا باللايك وسبسكرايب، وتضعوا كومنت إن تفهموا شيئا، واطلبوا مني أي موقع سأقوم بشرحه لكم. كان معكم أخوكم أيمن من الجزائر، أتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.